مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من انفاس سبور. حلقه اليوم غادي نخصوا على الحديث على المنتخب الاولمبي ولتحليل هذا الموضوع كيحضر معنا في الاستوديو سي محمد مديحي، لاعب فريق الوداد الرياضي سابقا. مرحبا بك معنا سي محمد. تحيه لك الاخت نواد وتحيه لكل مشاهدي قناه انفاس سبور. مرحبا بك معنا سي مديحي. شكرا على الدعوه. سي محمد، كيف شفتي؟ غنتكلموا على المنتخب الاولمبي، كيفاش كتشوف حضور المنتخب الاولمبي في هذه المنافسه هذه، خصوصا انه اول مباراه عنده اللي كيقولوا انها مباراه مفتاح امام منتخب الارجنتين؟ بصراحه الا شفنا مثلا معرفة الكره المغربيه، يعني من سيرتو المنتخب الاول وكذلك المنتخب الاولمبي اللي غيشارك هو فائز بكاس افريقيا، عكس مثلا المشاركه اللي قبل، فتنظر بان حظوظ يعني كبيره. واما بالنسبه لاول مقابله مع المنتخب الارجنتيني، تنعرفوا كذلك الصحوه اللي عرفتها الكره الارجنتينيه، يعني الفوز بكاس العالم، اخيرا الفوز بكوبا امريكا، فيعني منتخب اللي عنده وزن، يعني دائما تيكون الى جانب البرازيل كذلك، هادو من المنتخبات اللي تقريبا عندهم سبق لهم وفازوا بالدورات الاولمبيه. ولكن المقابله الاولى تنظر بان عندنا من اللاعبين من الخبره ما يكفي، يعني نتكلموا على المحمدي، حكيمي، كذلك جول اللاعبين اللي تيشاركوا كانوا في المعسكر مع سي وليد الركراكي، تنظر بان عندهم من الخبره ما يكفي باش يجيروا هذه المقابله الاولى. حتى نشبهها انا بحال مثلا المشاركه ديالنا في كاس العالم، لان الكل كان تيعطي الافضليه والاحقيه للمنتخب البلجيكي وكذلك الكرواتي، رغم ذلك بان هاد المنتخبات بجوج كنا احسن منهم وزدنا على راس المجموعه. تنظن بان هاد اللاعبين هادو غادي يحاولوا يبقاو في نفس السقف اللي مشى به المنتخب الاول ديال المنتخب المغربي. يعني كتشوف التجربه ديال المنتخب الاول غادي تكون ملهمه للابطال الاولمبيين؟ بطبيعه الحال، لان كما سبق وذكرت بان هادو هما اللاعبين اللي كانوا مع وليد، فاكيد اي لاعب تيحاول يبحث على المكانه ديالو في المنتخب الاول، وهذه فرصه بالنسبه لي انا بكل صراحه، لان الا نتكلموا على واحد العدد ديال اللاعبين عندهم الرسميه مع وليد رغم صغر السن ديالهم، تنظن هذه فرصه لا تعوض. وخصنا نبقاو دائما، لان الصحوه اللي عرفتها الكره المغربيه تنظن بان خص هاد الوليدات ان شاء الله نتمنوا يمشيوا لابعد نقطه في الاولمبياد، لان كما قلت فرصه لا تعوض، العالم كله تيشاهدك، تتسويق لاي لاعب كلاعب، فتنظن بان هذه مناسبه باش ان شاء الله يبرهنوا على انهم يعني المشاركه الاخيره في كاس العالم، فديك المرتبه ما كانتش محض صدفه. سي مديحي، بغيت نسولك على الخصوصيه ديال الالعاب الاولمبيه، فين كتكمل الخصوصيه ديالها؟ لان كل نوع من المنافسات عنده خصوصيه ديالو، الالعاب الاولمبيه شنو الخصوصيه ديالها؟ هي الخصوصيه ديالها بان الكل تعرف بان العالم كله ك تقريبا نتكلموا على كاس العالم ديال كره القدم، هذه فيها عده العاب، فتنظن بان تا المحبين الرياضات اخرى تا هما كذلك تيكون عندهم إلمام بكره القدم. تنعرفوا بان تيشاركوا من احسن اللاعبين، لان تنعرفوا المنتخب الاولمبي هو كما تنقولوا هنا هو ذاك اللعابه اللي تيتبريباريهم اللي كي بريمير، فتنظن بان كاينه واحد الامتياز ديال ثلاث لاعبين، الاختيار تيكون ديال كذلك ديال المدرب، ثلاثه د اللاعبين مثلا نتكلموا حنا في المنتخب ديالنا كاين حكيمي، كاين محمدي، كان رحيمي، كنا تنتمناو حتى المشاركه ديال نيف اكرد، لان بحكم الخبره ديالو وسيرتو في قلب الدفاع كان غادي يكون اضافه. تكلمتي على رحيمي برهن على انه لاعب من الركائز وغيعتمد عليه طارق السكيتيوي، نظرا للعروض اللي قدم مع العين في كاس اسيا،
عصبه الابطال في اسيا، تنظن بان كسب واحد التجربه حتى ولا عنده وزن ديالو في المنتخب الاول مع وليد. تنظن هادو كلهم اشياء اللي غتعطي بان ان شاء الله غادي يكون عندنا منتخب قوي. سي مدحي، كيفاش كتشوف المساله ديال رفض بعض الانديه السماح للاعبين المشاركه مع المنتخب الوطني بحال الامتياز بحال مجموعه من الاسماء؟ بالضبط، فالى كما تكلمنا في الكواليس كاينين بعض اللاعبين اللي تيكون عندهم واحد كما تنقولوا تيكون عندهم واحد المشاركه في الاقصائيات والتجوال في ادغال الافريقيه، فهادو اشياء اللي شاركوا فيهم بعض اللاعبين وكان عندهم واحد النسبه كبيره بالتاهل ديال المنتخب المغربي. ولكن هذه كره القدم، فشفنا التغيير ديال المدرب، يعني الالتحاق ديال السي طارق السكيتيوي اللي عنده من تجربه باه يكفي باش ان شاء الله يدوز واحد اولمبياد في المستوى. وكل مدرب عنده الاختيارات ديالو، هذه من طبيعه الحال، غير اللي يعني المشكل اللي مطروح بقوه ما تنظرش بان غير المنتخب المغربي، فجميع المنتخبات، فكاينين بعض المنتخبات ولا بعض الفرق ما تيرضخوش، يعني لان تتعرفي الاولمبياد ماشي بحال كاس العالم، ولا ان عندك التزام مع الفريق ديالك الا تعامل معاك وخلاك مثلا حكيمي بي جي اللي خلاوه يلتحق. وكاينين بعض مثلا بعض المنتخبات اللي نفس حتى هما نفس المشكل اللي عندهم ما قدروش الفراقي ديالهم. ابرز لاعب عندنا حنا هو دياز اللي لاج ديالو باقي اولمبي، فكان غيكون اضافه كبيره، ولكن للاسف ريال مدريد ما رفض باتا. سي مديحي، الا طلبت منك توجه رساله للاعبين المنتخب الاولمبي، شنو هي رسالتك اليوم؟ حنا على بعد ايام من قص شريط المنافسات والمواجهه مع منتخب الارجنتين. وان شاء الله اول رساله ديالي هو بان المفتاح ديال اي منافسه فهي المقابله الاولى امام منتخب اللي كبير الارجنتين. تنظن الا كانت ان شاء الله، وهذا ما نتمنى، تكون نتيجه ايجابيه غتعطي واحد الثقه كبيره للمجموعه، باش لان تنعتبر انا بالنسبه لي شخصيا، هذا رايي الخاص، منتخب الارجنتيني تعتبر من اكبر المنافسين على اللقب. فيتذكروا الرساله ديالي لهاد اللاعبين ولا كذلك الطاقم التقني، يتذكروا بان داك الاحتفال اللي تيحتفل بهم سيدنا من بعدك، شفنا المنتخب الاول وكذلك حتى الفرق اللي تتفوز باللقب قارق مع في يعني كيفاش الاستقبال تيكون ملكي. نتمنوا بان ان شاء الله الا كانت شي دوره استثنائيه لما لا ان شاء الله نفوزوا باللقب ولا نمشيو غير النهائي ان شاء الله، فاكيد بانهم عارفين بان غادي يكون واحد استقبال ملكي، استقبال ديال المغاربه ككل، فهذا شرف لهم، وهما كذلك هما اللي تيشرفوا الكره المغربيه والكره الافريقيه وكذلك العربيه. فعلا كما قلتي سي مديحي، المغاربه الشعب يحب كره القدم، وكنتمنوا المنتخب الاولمبي ديالنا مسار جيد ولما لا يجيب شي ميداليه. ان شاء الله. سي مديحي، ما يمكنش تكون معنا وما نسولوكش على الوداد. بغيت نعرف رايك فيما يعيش الوداد اليوم، واش غادي يقدر يتجاوز هذيك الموسم الكروي اللي فات بكل اعطابه، وكيفاش كتشوف الوداد ديال الموسم الماجي في ظل التغييرات اللي كيشهدها؟ بكل صراحه، الناس اللي متبع الكره الوطنيه وكذلك الناس المحبين ديال الوداد، فتنظن ما غيقدروش يدوزوا موسم اكفس من الموسم الماضي، لان موسم يعني كارثي بكل ما يعني بصراحه، رغم انني فواحد الظرف ولو وجيز مع ان اشتغلت في الوداد، كان الكل تيعرف الظروف اللي كانت. نظن بان المجيء ديال يتمنى الكل تيعرف بان تقريبا بالاغلبيه، لما نقول بالاجماع، على ان الناس مرتاحين للدخول ديال الرئيس ديال يتمنى كرئيس الوداد، وكذلك تنعرفوا هو العلاقه اللي عنده مع الوداد، يعني من الاب ديالو وكذلك الاسره ديالو، فتنظن هذا شيء ايجابي، غادي يبذل جهد كبير. فشفنا بوادر هي يعني المجيء ديال ماكوينا اللي بكل صراحه عرفنا الباركور ديالو مع سان داونز،
تنظن هادو اشياء لهو ولا الطاقم التقني ديالو، تنتمنى ان شاء الله يكونوا يجلب لاعبين اللي يكونوا قد المسؤوليه. تنعرفوا بان الوداد فالسنه الماضيه خرج خالي الوفاض، فتنظن بان امام البطوله ولا كاس العرش فما كانش حتى كذلك في كاس الا من في كاس السوبر هو اللي كان لعب النهائي امام صن داونز، فمن غير هذا فما كانش شي 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 شيء شي اللي تتبشر بالخير. عرفنا بان خروج اغلبيه ديال اللاعبين حتى هذا شيء اللي غادي اكيد بان حتى هو غادي يكون شويه عنده تاثير على الفريق. كذلك لي كوميتي تقريبا كلهم تبدلوا لحد الساعه زعما مازال ما كاينش الا تنشوفوا التشكيله ديال السي اي تمنى. وكذلك بان كما تنقول دائما الوداد وراه جمهور كبير، دائما غيكون ضغط على اي مسؤول على اي مدرب حتى على اللاعب اللي غيجي. غير كاين الفرق هو واش كاين هذا المسؤول ولا المدرب ولا كذلك اللاعب هادو واش تيقدروا على الضغط ديال الجماهير. انا تنعرفوا الرجاء والوداد دائما عندهم شعبيه كبيره، فتنظن بان اللي غيجي الوداد غادي خصو يكون كما تنقولوا يعرف يحس بالمسؤوليه ويكون قادر على هذا الضغط اللي تيديروا جماهير الوداد على الفريق ديالو. سي مديحة نشكرك على تلبية الدعوة. شكرا اختي الوهاد، وان شاء الله نتبناو بان فرصة أخرى ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بك سي مديحة. شكرا لك، شكرا على قبول الدعوة، وكنت سعيدة بالاستضافة ديالك سي مديحة. الله يبارك فيك اختي الوهاد وانا كذلك. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية الحلقة، إلى اللقاء في موعد جديد.